يعني على مدار الساعة المجاري هذه سببت لنا الأمراض وسببت لنا الحكة، أولادنا كلهم عيانين، الأولاد الصغار، ووزارة الصحة بتقول إنه يعني إحنا سمعنا إن هذه كمان بتسبب شلل الأطفال، يعني حرام عليكم، إحنا وين بدنا نروح؟ يعني إحنا كمان حربنا من نار الحرب من شمال قطاع غزة، وجينا عشان أطفالنا نحمي أطفالنا، نلاقي بيئة سيئة ونلاقي مجاري طافحة في كل مكان، لا بننام ليل ولا بننام نهار من البعوضة ومن الذبان ومن الحشرات السام، وخايفين على أطفالنا، حتى الكمامات مش متوفر الواحد يحطها يقي نفسه منها، لأنك عارف وزارة الصحة إيش فيها شح من الأدوية وإيش فيها عشان الحصار وعشان الحرب الطاحنة اللي في وزارة الصحة، حتى بنروح على البحر بنلاقي المجاري كمان هناك وسبب لنا حكاك، ويعني والله ما احنا عارفين ايش بدنا نعمل. احنا بنناشد يعني اللي لهم في هذا المسؤولين انهم يحلوا هذه المجاري ويحلوها ويساعدونا في حلها، حماية لنا ولأطفالنا. هذه ظاهرة خطيرة جدا، ناقلة للعدوى، أمراض يعني ما جلدية عمرنا ما شفناها، ريحة كريهة، يعني الأولاد طول الليل ما بناموش من البعوضة من الدبان، والله دبان يعني عمرنا ما شفنا برضه زيه. يعني الحرب يا نتنياهو، الحرب يا نتنياهو، الحرب يا نتنياهو. هيا عمران، هيا تعال عمران، تعال. أنا بعرف أحكي، والله أنا بعرف أحكي. فرنسا خلينا نعمل البلديات، احنا واعي طبعا وما رجعنا.